يعني هدف 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 من النجم عمر السومه كفى للاهلي هذه النقاط الثلاثه، والاهلي محتاج لهذا الانتصار. شوف الفرق الكبيره دي الناس يشوفوا على الاهلي انه حيهبط محبط. ما الفرق اليوم تهبط بسهوله، مثلا الهلال النصر الاتفاق سوري عفوا الهلال الشباب، الفرق دي مهما كان نزل المستوى ده ما بتهبط يا جماعه. الفرق دي عندها لعيبه عندهم خبرات، زي ما امس ذكرت عمر السومه احرز الهدف هدف رائع جدا. عمر السومه كان مقتبل له فتره من اصابات وكان مستوى حتى الناس انتقدوه مستواه، الهلال انتقدناه مستواه، لكن الفرق دي حتنهض يعني مهما كان وقعت حترجع وتجي الفرق الكبيره دي ما عليها خوف. لكن انا متذكر الاهلي محتاج لتسجيلات، ذكرت الحلقه اللي فاتت محتاج لمحترفين وشويه لعيبه محليين، الاهلي محترفينه ما على قدر كده، وانا اتذكر المدرب ذاته يعني برضه ما على قدر كده، ما قدم شيء مع الاهلي ايش فعله. اما عن الاهلي في لعيبه يعني صاعدين زي هيثم عسيري عندك هنا حسين وقاف برضو هيثم عسيري عندك غريب نعم. في افضل حالاتهم مع في الفوز اللي اخذها مع الاهلي نعم. يعني بالذات غريب يعني بيبدع ابداع شديد. فالاهلي لو استعمل تسجيلات في الفتره الجايه دي انا افتكر بيرجع وينحط، لكن من الصعب يعني يجي في المراكز الاول. لكن الحزم والله وضعه حرج، وضع طبعا الحزم الاخيره اخر شيء نعم وضعه حرج. ف أمس كافح مع الأهلي لكن الخبرة قالت كلمتها، والحزم برضه عايز يعرض نظر وعايز تسجيلات وعايز يرجع للدورة ويطلع من النفق اللي فيه ده، لازم يعمل تسجيلات. الحزم يعني لعبته مكررين ورتم واحد ما قاعد غير في أي حاجة. كابتن مدثر.